تخطى عدد زوار الخريف بمحافظة ظفار 582,700 زائر، مواصلاً الارتفاع مقارنة بنفس الفترة من العام الفائت. سيتم غدا الأربعاء توزيع الأكشاش الخاصة ببيع المنتجات في الجبل الأخضر للمستفيدين من أهالي المنطقة. كشفت دراسة جديدة أن الرجال لا يستطيعون الانتظار بعدم لمس هواتفهم واستخدامها لفترة طويلة، حيث بلغ متوسط فترة الانتظار للرجال 21 ثانية فقط مقارنة بفترة 57 ثانية للنساء.